بقى نهون عليكي يا ام عبده. انت ما تعرفيش هتوحشينا قد ايه يا خالتي. ده بعد العمر ده كله تفارقينا يا هنيه. هو في ايه؟ ما راح الومضم نص ساعه بالبسكليته وتبقوا عندي. انا هسيب لكم بسكليته نج. يلا يلا فطكم بعافيه. بس احنا خلاص خدنا عليكي ولازم نشوفك كل يوم. امال هنتعشى عند مين؟ عند الراجل ابو دقن بيض اللي ماسك فرخه في ايده. في ايه؟ ما انا سايبه العفشه اهو مغطياه قدامكم. اسبوع والتاني هاجي اطل عليكم. بالذمه هتعمليها يا هنيه؟ اللي هعملها ده انا هعملها وهعملها وهعملها بمزاج كمان يا ولاد. ده انا زي الورد اللي لو بعدت عن الشجره بتاعتها تدبل وتموت. الورده دي عاشت هنا وعاشت احلى ايام عمرها. صدقي يا خالتي انا احترت معاكي. هو انت عشتي احلى ايام عمرك هنا ولا في بيت الحاج؟ ايه ايه يا بنت في ايه؟ هنا طعم وهناك طعم تاني خالص. ده ايه يا جماعه؟ الله سيبيني انا ونجوى مطلعين تحت وانتوا قاعدين ترغوا هنا. ساعه السلام يحلى الكلام يا شكاليتا. ليه يا اما؟ هو احنا مش هنشوف بعض تاني؟ ده احنا اكتر من ايه. على فكرة أي وقت تحبوا تجولنا تليفون في الوكالة بس أبعتكوكوا العربية. أنا هستناكوا تحت ما تأخروش. ليه أنت رايح فين؟ هستناكوا تحت. يلا خد البنات معايا. رايح فين؟ أه ده إحنا لازم نمشي. أه خد السلامة يا أختي أوحشي. هتقطعي بينا والنبي. أنتي وحشة يا خالتي. يا كريم. مع السلامة. مع السلامة يا أم عادل. مع السلامة. أنتي ليه؟ هتوحشيني يا غالي يا حبيبتي. السلام. الوداع. الوداع يا اخي. مع السلامه. اشوفك بخير ان شاء الله. اشوف وشك بخير يا حبيبي. انا جاي معاك يا خالتي. طب يا حميد يلا. زعق الوابور على السفر. انا قلت بالراحه الغربه صعبه يا داس والفرقه جراحه. الله يرحمك يا ام. مع السلامه يا اخي. مع السلامه. مع السلامه يا اخي. يلا يا بهي. هتوحشونا يا ستات. مع السلامه. سلامه يا حبيبتي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بنجوى حبيبتي. يا روح عن حبيبتك. اتفضلي يا حبيبتي بيتك ومطرحك. اهلا اهلا عرايسي حلوين. اللهم صل على النبي ما شاء الله. ستك بهاجي. امال اخويا فين؟ بيجيب لهم وجاي لهم ايه؟ انا قلت له ان انا طبخه اكل قد كده. اما خالتي هنية المتهنية. اهلا وسهلا. نورتي بيتك ومطرحك يا خالتي. انت كنتي وحشاني قوي يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فين وقتي؟ مالها يا بهية؟ هي تايهة ولا ايه؟ ريحة الحبايب هلي. يا ولد حنين. يا ولد حنين. يا سريري. يا سريري طوح طوح. ما تخليش حد يروح. لكن انت روحت يا سيدي. خديتي لو خديتي اللي حطيت خد عليكي انا وسيدي. هنا هنا في الركنة دي قعدت معاك يا سيدي واشتكيت لك وعيطت لك. هدومك وعفايتك غطيني غطيني يا سيدي. مش عارفه ليه بردانه بردانه وفرحانه. يا قطي يا قطي. وحشتني وحشتني يا سيدي. وحشتني. هقعد معاك هقعد معاك ونقول كل حاجة. ايه ايه الله في ايه؟ داخلين عليا ليه؟ في ايه يعني يا خالتي؟ ادخل عليكي؟ ادخل عليكي انت وعبد الرحمن في اوضتكم؟ هي بتقول ايه؟ يلا بري. حاضر. اسألوا بعض بري. محدش يدخل عليا. محدش يدخل عليا. انا وانت وبس. انا وانت وبس يا سيدي. فاكر ايامنا الحلوه؟ سريري يا سريري. اه يا سيدي. اه بصي بقى معايا ايه. طقيتك
فاكر طيبها. يا بنتي يا نوجة، غيري عن عمتك المنتة دي كلها. معلش يا عمتي. جميلة يا حبايبي. كبرك كبرك كبرك. اما بقى اجيب لكم شويه كباب ونيفه هتاكلوا صوابعكم وراها. يا عباده عليك وعلى عمايلك. كباب ونيفه ايه يا حبيبي؟ ما انا عامله وطبخه، عامله مسقعه وعامله رقاق ومحمره فراخ. معلش كان نفسي اكل كده. امال امي فين؟ قاعده بين الاطلال. الحاج عماد حمدي معاه؟ هنيه. نعم يا ابو الحاج. ابو الحاج يعني انت مكسوفه؟ لا قبلك الحاجه قالت لي الجواز ما فيهوش كسوف. طب كلي. لا قبلك الحاجه قالت لي ما تاكليش معاه غير لما يخلص خالص. طب اقعدي. لا قبلك الحاجه قالت لي ما تاخديش على يعني. لا انت بتجري ليه بس؟ يعني انت مرادي وانا بقالي قاعد ساعه ونص قاعد قدام الاكل. يلا. مش مصدقه حكايه مراتك دي، وممكن تعفوني من الموضوع ده؟ اقعدي. طب اقعدي، ما تخافيش اقعدي. بسم الله. يلا انت مراتي دلوقتي، مقامك من مقامي. ربنا يخليك. هي العين تعلى على الحاجه؟ لا بس اقعدي. طب كل انت وانا هتفرج عليه. عيب يا هنيه، انت طيب قوي. اقعدي تليكي جعانه طول النهار. دول لسه ما حضرتوش السفره، مش هناكل ولا ايه؟ لا ما ينفعش، يا ريتني كنت اتغديت في الوكاله. ليه يا حبيبي بس تتغدى في الوكاله؟ ما الاكل جاهز يا عباد. طب ما تحضروا السفره. البنت نجوى راحت فين؟ دخلت تنام شوي. طب صحوها عشان تتغدى معانا. مش انا خالتي تيجي الاول بس حضرتك. هي لسه في بين الاطفال؟ ايوه، قالت ما حدش يفتح عليا باب الاوضه طول ما التصوير شغال. تقريبا كده عماد حمدي لسه ما جاش. بس انا هموت من الجوع بجد، انا ما اقدرش استنى اكتر من كده، ورايا شغل. ياما انا هموت من الجوع. وده وقته؟ طيب ايه؟ خلاص ايه؟ مناخيركم خشب، مفيش احساس. ايه الغاغه اللي انت عاملها دي يا عبود؟ ياما احنا جعانين وعايزين نتغدى. وانا قاعده لكم على غطا الحله؟ ما تتغدوا. نتغدى من غيرك ازاي بس؟ لما عيشة تخلص الاكل الدهول. ما الاكل خلص من بدري يا خالتي، من اول الفيلم ما ابتدى، حتى عباده جايب معاه كباب ونيفه. تلاقيهم بردوا. اجروا امشوا بقى. اكل ايه؟ حد له نفس للاكل؟ اسكتوا. اصل انا اول ما مددت على السرير ده رحت في دنيا تانية. حكيم انا عارفه السرير ده مسمار ولوح لوح. بالك يا بنتي عائشه، ابوك الله يرحمه ما كانش يرتاح غير على السرير ده. انهي سرير يا خالتي؟ سرير انا وسيدي. عزك على السرير اللي كان هنا؟ لا ده ماما باعته من زمان. او ايه يا بيت؟ هو انا تايهه عنه اهو. لازم تقولي لها الحقيقه، اديكي بوظتي فيلم بين الاطلال. تعالي يا بيت. نعم. ما تعرفيش امك باعته لمين؟ عيشة ما تلبش ليش مروح. بنت ما هي ايه؟ هو في حد جوه مع خالتي في الاوضه؟ لا يا اختي مفيش اي حد جوه. لا في، انا سمعتها زي ما تكون بتكلم حد. بسم الله الرحمن الرحيم. بقولك مفيش ولا حتى تليفون جوه. لا بصي بقولك ايه، هي شعرة اللي فضل عندي، لو الكهرباء عليت هتضرب جامد. امال في ايه يا اختي؟ معرفش. طب بقولك ايه، يمكن بتتكلم مع حد من الجيران من الشباك. دي كانت بتتكلم وبتقول
ايوه يا حاج، ايوه زي ما كنت بتتكلم مع ابويا الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سبتي سلامت عقلها، مع اني قلت لها بعنا السرير. هو ده كان المشكله. ندخل. خشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف اللطف يا رب.